عاشت دواوير تابعة لإقليم العرائش ليالي سوداء بعد أن اندلعت الحرائق منذ أول أمس الأربعاء بمجموعة من الغابات بكل من جماعة بوجديان والقلة قبل أن تنتقل إلى جماعة بن قرفت. وأتت الحرائق على الغابات والمواشي وجرى إخلاء الناس من منازلهم، كما خلفت خسائر مادية بكل من دواوير القليعة وعين بكرشون وغيرها، فيما جرى الحديث عن العثور على جثة محروقة لرجل مسن بإحدى الدواوير التابعة لجماعة بوجديان بين النفي والتأكيد. وشهدت غابة لأيبيكا وجماعة الساحل ليوم أمس الخميس حرائق مهولة، كما أوقفت هذه الحرائق حركة المرور بالطريق السيار القنيطرة على مستوى جماعة خميس الساحل ومدخل مدينة القصر الكبير قبل أن تتم السيطرة على الحريق الذي اندلع بمنطقة خميس الساحل وأتى على ما يناهز 800 هكتار من الغطاء الغابوي. مصادر من عين المكان أكدت أن الحرائق لا زالت بالمداشر بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية التي تسببت في انتشار النيران، رغم الجهود المبذولة لإخمادها بالاستعانة بطائرات متخصصة وشاحنات صهريجية وكذا سيارات إسعاف وآليات إطفاء. ما تنسوش تابوناو فلاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.